السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران لنقف على الأشغال تاع المحطة الجديدة اللي راهي قيد الأشغال، محطة تاع تحلية مياه البحر، واللي تقع في منطقة كابلون، يعني حوالي 20 كيلومتر غرب مدينة وهران، واللي الأشغال على ما حسب ما يبدو راهي في حوالي 30 إلى 40%. وللعلم أنه هذه المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر نتاع كابلون عندها طاقة إنتاجية نتاع 300,000 متر مكعب يوميا، وهي واحدة من بين أربع محطات ذات يعني القدرة الإنتاجية 300 متر مكعب يوميا، يعني واحدة من أربع محطات اللي موجودة اللي راهي قيد الأشغال حاليا بالجزائر في كل من بلدية كدية دراوش بالقالة، وكذلك بمنطقة سكيكدا وبجاية، وإذا هذه اللي راهي قيد الأشغال، وكذلك محطة أخرى بولاية الجزائر العاصمة، وممكن فيه حسب الزي حسب ما صرح به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أثناء زيارته لمحطة تاع كاب جنات بولاية بومرداس أنه فيه ممكن سيكون محطة جديدة من هذا النوع ذات 300 متر مكعب بولاية تيزي وزو في منطقة أزفون، يعني فيه يعني إمكانية نتاع إنشاء محطة إذن بولاية تيزي وزو في الأشهر القليلة القادمة. إذن هذا هو يعني بالإضافة إلى محطات أخرى ذات أقل من 300 في كل من قرصو وكذلك فوكا في برج البحري باتو كاسي وفوكا اللي فيها أقل من فيها 200 و110 متر مكعب يوميا. إذن هذه كل هذه المعطيات سوف نتعرض لها في فيديوهات مقبلة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. On n'a pas encore reçu la vidéo, c'est pas ça qu'on peut pas l'entamer.